السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان، معكم أحمد. بحكي اليوم عن شوية هيك تركات في السمارت ماري بالسمارت ماني كونسبت بالاس ام سي. تمام، احكي عن الاندوسمنت باي دي ام. تمام، ممكن نتطرق لشيء بسيط، نشرح كيف بناخذ الصفقة، كيف من رابط الفريمات. تمام، يعني هلا رح اشرح بشكل مختصر، وبعدين رح نتوسع بإذن الله في الدروس القادمة كل شغلة لحال. تمام، احنا شارحين كثير عن السمارت ماني، فلا احكي كيف ممكن انا اخذ صفقة وكيف الامور بتتم. طيب ماشي، انا من فريم الساعة هاي الصفقة. تمام، خليني اعطيكم اياها كيف اخذتها. اول شيء انا كان عندي منطقة اهتمام، انا بدي اعتبر انه السعر نازل وراحت مني منطقة الاهتمام. طبعا الاتجاه هابط. تمام، شوف من هون صار كسر، change of character، break of structure، اتجاه هابط واضح جدا. نحن دوما بالسمارت ماني بنمشي مع الاتجاه. اوكي، شوف السعر هون كان في عندي سيولة واضحة. تمام، صعد السعر، ضرب السيولة ونزل. انا وقت دخلت الصفقة بالضبط يعني كنت في هاي المنطقة تقريبا، بهاي المنطقة. تمام، كنت عم شوف هذا الارتداد اللي عم بيصير. نزل السعر بهاي المنطقة، ثم نزل بشموع قوية وكسر لي المنطقة وخلف لي منطقة عرض بهاي المنطقة. إذا منطقة الاهتمام عندي تقريبا بهي المنطقة، يعني خليني أحكي هاي المنطقة في الكامل هي عندي منطقة اهتمام ممكن بيعملها. ثم نزل السعر لمنطقة أوردر بلوك وارتد منها، ولكن ما ارتد الارتداد الكافي ليقدر يكسر، ضل عم يضرب سيولة. كل هاي ضرب سيولة ضرب سيولة ضرب سيولة، ثم انهار انهيار قوي. تمام، بانهياره خلف لي ريجكشن بلوك. تمام، هلا بنحكي عن ريجكشن بلوك. ثم انهار السعر، انهار السعر، عمل ارتداد بسيط ثم نزل. هي صارت منطقة عرض، انا بسميها الفيك. في ناس هون راح تدخل، هون في اندوسمنت، السعر صعد للريجكشن بلوك ونزل. طبعا انا دخلت بهي المنطقة واستهدفت هدفي هي السيولة. تمام، قاعين هدول استهدفت فيهم هاي السيولة. تمام، طبعا تقريبا الصفقة جابت لي 9، كان عندي هدف بعيد شوي من هاي المنطقة، يعني كان في اوردر بلوك من هذا الاوردر بلوك، اخترت انا ادخل الصفقة الى هاي المنطقة. كيف دخلت انا؟ طيب خليني بس ارجع لهاي المنطقة. طبعا انا محدد هاي المنطقة، اكيد ما راح ادخل بشكل عشوائي، ما راح ادخل على فريم الساعة. نطرت السعر لوصل لهي المنطقة. تمام، متى ما وصل لهي المنطقة رحت على فريم 5 دقايق فورا. دخلت فريم 5 دقايق، لسه الأمور جدا طبيعية بس مشكل لي سيولة. ادخل؟ لا أكيد ما بدخل. عم استنى يتحرك السعر، يا اخوان ضرب سيولة نزل. تمام، عمل يتغير في الاتجاه هون. تمام، هون عندي اوردر بلوك كسر، صار ميديجيشن. طبعا انا شارح الميديجيشن بفيديو كامل، ميديجيشن والبريكر. تمام، ثم رجع السعر اختبر بهذا الزي شوفوا، ثم انهار السعر بشكل جميل جدا. تمام يا اخوان، بهي الطريقة انا بدخل صفقتي، بنوع بين الفريمات خصوصا بدول يومي، يعني بدخل من الساعة وبنوع الفريمات. طيب خلينا نحكي عن الاندوسمنت شوي. تمام يا اخوان، خلوه لهون. تمام، خفف. اي مثلا شفتوا صعود، اي بول باك، اول بول باك دوما متى ما شفتوا الحركة هون بيكون في سيولة. تمام، اخر يعني اخر قاعدة، يعني مثلا انا شفت صار تشينج اوف كاركتر ورجع السعر بهي المنطقة ورجع داموا بهالمنطقة، اذا عندي هون اندوسمنت. تمام، عندي هون منطقة لازم نضرب لها سيولة، وبكون منطقة الاهتمام عندي ممكن تكون بهي المنطقة، اوردر بلوك ايا كان، يعني شوف عنده اشارة بفريمات صغيرة. تمام، ولكن اكيد في اندوسمنت. لاعطيكم مثال اوضح، خلينا نحكي بتشوفوه كثير. مثلا عندي اتجاه هابط عم ينزل بشكل جميل جدا جدا. تمام، نزل بهذا الشكل السعر، ثم رجع هيك، نزل بهي الطريقة ثم رجع، مشي بهذا الشكل. تمام، عفوا، مشي بهذا الشكل. هي عندنا منطقة عرض.
تمام اتجاه هابط، فنحن ندور على اوردر بلوك باي، راح تجي الناس تدخل بهي الطريقة، تعلق اوردراتها هون، تحط ستوبها بهي المنطقة وتنزل. بس نحن اتفقنا على شغلة، اخر بول باك هو اندوسمنت، اذا السعر راح يصعد يكسره ثم ينزل. فانا وين بنطر منطقتي؟ شوف عندي مثلا هاي المنطقة، اما بيكون عندي اوردر بلوك او مثلا فير فاليو جاب اللي هو اختلال توازن، كمان راح احكي عنه هلا. هلا راح احكي عن الفير فاليو جاب. كان ممكن يكون عندي اوردر بلوك فير فاليو جاب، ودائما ما بدخل من مناطق اقل من 62% فيبوناتشي. تمام، هاي اعدادات الفيبوناتشي اللي بده ياخذها استفاد منها، سجلوها عندكم. منطقة البوينت أو المنطقة المهمة البي أو أي هي ما بين 62 لل 70 ونص، اللي هي 3 مناطق، 79 62 70 ونص. يعني بهي المناطق أنا بحطها كهيك منطقة، وببحث فيها عن الدخول بهي المنطقة. طبعا لازم تتوافق معي عدة شروط، اللي هي المنطقة والإندوسمنت وهي الأمور. ما فيني ادخل صفقة بدون اندوسمنت. هي على المثال الهابط، خليني اعطيكم شيء على المثال الصاعد. تمام هيك، بس نعطي مثال، خلينا نشوف بهي الطريقة. مثلا عندي اتجاه صاعد ثم نزول صعود نزول صعود بهذا الشكل، ثم نزول بهذا الشكل، ثم صعود. انا هون واقف، تمام شايف السعر عم يتراجع، عم يتراجع، عم يعمل بول باك، وانا بدي ادخل. اخر بول باك وين؟ هذا اخر بول باك. تمام، اذا اخر بول باك بيكون في اوردر بلوك، هذا الاوردر بلوك فيك سيكسر، احفظوها، اخر بول باك سيكسر. تمام، وين منطقة دخولي؟ بدور هون بهي المنطقة، بهي المنطقة بدور على دخول، بنطر السعر ينزل للمنطقة، ببحث على اللي علمتكم اياه هون، اللي هو هذا الشكل. ممكن يكون تغير في الاتجاه، ليش؟ لانه لو كان انا كان عندي اتجاه صاعد، اذا على الفريم الصغير اللور تايم فريم بيكون عندي اتجاه هابط. فشو انا بدي؟ بدي تطبق عكس الشروط، شروط الشراء تطبق معي، يصير عندي تشينج اوف كاركتر. تمام، يكون عندي اخذ اندوسمنت وكاسر كل شيء، تمام، ثم ينزل للاوردر بلوك ميديجيشن. انا افضل تدخل من ميديجيشن او من البريكر وتدخل، لأنه في الغالب السعر ما راح يرجع للاوردر بلوك، ففي الغالب راح يرجع من الميديجيشن او من البريكر، يعني ما راح تفرق معك كثير في الريشيو يعني، ولكن هيك انا افضل يعني حتى ما تروح عليك الفرصه وتزعل عليها. يا اخوان هي بالنسبه للاي دي ام. طبعا في شويه شروط بالشموع للاي دي ام ولا الاوردر بلوك. طبعا احنا شارحين الاوردر بلوك، بس خليني اعطيكم بعض التفصيلات. شموع الاوردر بلوك ما بتكون اوردر بلوك الا بشرط، خلوني اعطيكم اياها شوي. شرط اخر شمعة القاع، لازم الاوردر بلوك يكسر اخر شمعة. تمام، يعني لازم تكسر قاع الشمعة، لازم تكسر. تمام يا اخوان، اي شمعة لازم تكسر لحتى يكون عندي اوردر بلوك. ما بصير يطلع اوردر بلوك، يطلع صعود والشمعة التي تسبق شمعة الصعود ما كسرت، لازم يكسرها على الاقل بديل، لازم يكسرها السعر. تمام، يعني مجرد ما كسره تمام وصعد السعر بفير فاليو جاب، انا عندي هون اوردر بلوك بنتظر الدخول منه. طبعا ما في شيء 100%، فعادي ممكن الاوردر بلوك يفشل بكل بساطه. تمام يا اخوان، هلا اكتفيت بهي الشرح البسيط. الفير فاليو جاب ممكن سجلكم اياه، بس كان عندي المايك فيه مشكله بلش يفصل. بتمنى يكون الفيديو فيه صوت. نلتقي إن شاء الله فيديو قادم راح يكون أوسع، ممكن يكون معكم الأخ ماجد يتوسع شوي في الشروحات، لأنه عندي شوي أنا ظرف خاص. والسلام عليكم.